بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيد. اليوم معنا توزيعة نت رانر. أوكي، طبعا توزيعة نت رانر من التوزيعات اللي وصلتني عن طريق بريد الطلبات. طبعا طبعا في تحت رابط خاص باللي بيطلب أي توزيعة سوي له مراجعة يرسل تحت. أوكي، ممكن اليوم ما يفتح، تاريخ اليوم. أوكي، شوف تاريخ اليوم، كل يوم ما يفتح، لذلك انتظر لبكرة واضغط على الرابط اللي تحت لموقع عرب جنو لينكس، الحين فيه صيانة. طيب، التوزيعة هذه من التوزيعات اللي صار فيه إصرار إنه أسوي له مراجعة. طبعًا أنا شخص ما أقول لك إني ما اقتنعت بالتوزيعة هذه، أوكي، سابقًا طبعًا، لكني زي ما أقول لك ما كنت أدري وش بيصير بالتوزيعة أصلًا. فدائم يقول لك الجاهل بالشيء لا يعني عدم وجوده، أوكي، فأنا كنت جاهل بالموضوع هذا بصراحة، فقلت أفتح التوزيعة وأشوف وش موجود بالتوزيعة. طبعًا التوزيعة فيها لها إصدارين، في إصدار له يسمى ستاندرد قياسي، وفي إصدار في إصدار اللي يسمى رولينج اللي هو المتدحرج، نفس مبدا ارتش لينكس وتوزيعات المتدحرج الثانيه. طبعا اليوم براجع لكم الستاندرد، وفي يوم اخر ساراجع لكم ان شاء الله اللي هي الرولينج. ماشي، مبدا التوزيع هذه الستاندرد مبني على الابونتو، عشان اوضح لك اكثر مبني على الكوبونتو الكي اللي هي توزيعه الكي دي اي حقت الابونتو. طبعا يفضل اول صح هم يفضلون انه التوزيع هذا يكون كي دي اي فقط. اوكي، يعني هذا شيء جميل ان الواحد يشد لما تشوف توزيعة مثلا متخصصه بواجهه واحده، تعرف ان التوزيعة هذه مهتمه انها تكون مثلا مستقره بقدر الامكان. طيب، خلينا هذا على جنب. اليوم خلينا نشوف وش موجود بالتوزيعة، وش الاشياء اللي لفتت انتباهي بالتوزيعة اصلا. طيب، زي ما قلت لكم التوزيعة مبني على ابونتو، يعني سهله جدا التعامل معه والبرامج متوفره الى اخره، لكن موضوع الاستقرار الله اعلم، ما ادري عنه هل هي مستقره ولا لا، لاني ما راح استخدم التوزيع هذا كتوزيع زي ما تقول لي، ولكن ممكن تعجبك، لذلك تفرج عليه شوف. طيب، بسم الله، هذا اللي هو مدير البرامج. طبعا هذا اول شيء، عفوا، هذه اللي هي قائمه البرامج. اول شيء متغير بالتوزيع هذا، طبعا التوزيع القياسي الكي دي مو هذا هو حق شو اسمه، فممكن احنا نشوف اللي هي طبعا هم غيرين اسمه. اوكي، ما علينا منه. طبعا هذا اول شيء، طبعا يستخدمون مو بالقياس، يستخدمون واحد ثاني. في برامج اساسيه جاي معه، اوكي، في عندك جيمز، في عندك العاب هنا عد وغلط، من ضمنهم ستيم. اوكي، فستيم يكون نصب هنا جاي مع التوزيعه. في عندك الجرافيكس، في عندك جيمب، انا اهم شيء يكون عندي موجود جيمب صراحه. تمام، عندك عرض الصور الخاص بكي دي اي، ولاحظ انه قدر الامكان يحطوا برامج متوافقه مع الكي دي اي او بالاصح مع الكيو تي. زين، طيب، انترنت طبعا عندك اللي فايرفوكس، وفي عندك كونتاكت، ما ادري ليش محطوط كونتاكت وثندربيرد مع بعض، يا تحط هذا يا تحط هذا. ماشي، طبعا هذا لك واحد، طبعا هذا كبير جدا للكونتاكت، اكبر من انه مجرد قارئ بريد، ترى يعني هو منظم اشياء كثيره بالمكتب. تمام، ولكن الثندربيرد اكثر قياسيه واكثر تعامل واكثر سهوله من الكونتاكت، كونتاكت كبير مره. ماشي، في عندك طبعا سكايب، راح نحذفه ونشوف بحرنا البرنامج الحلقه ليش. طيب، ملتي ميديا، في عندنا حاجات كثيره هنا، في عندك الفي ال سي، وفي عندك فوكو سكرين، طبعا للناس المهتمه بتصوير اليوتيوب ونزيل شروحات او انك تشرح للناس مختصه بشيء معين او اي كان. الفوكو سكرين برنامج معروف جدا خاص بالش اسمه الله بتصوير الشاشه. طبعا نزل اصدار اخير اللي هو 2 اللي استخدمه حاليا، ولكن ما ادري ليش ما نزلوه على التوزيع بشكل افتراضي. طيب، ما في شيء ثاني نتكلم عنه غير في ال سي معروف. اوفيس طبعا موجود طقم ليبر اوفيس كامل كله منزل مع قارئ للبي دي اف. الاعدادات بتكلم عنها بعد شوي. يوتيليتيز ما في شيء زي ما تقول بعين، وغير انه في حارق الاسطوانات اللي هو كي 3 بي، او تبغى تسميه كعب بكيفك، لانه هذه اوكي ما راح اسالكم انت عارف ليش قال كعب انا. طيب، هذا بالنسبه لهذا. طيب، عندك الاعدادات خاصه بالنظام، في عندك هنا حاجات جميله جدا، من ضمن مثلا اللي هو خلوا لكم اياه مدير التحديثات. طبعا هذا لازم يتصل بالانترنت. اوكي، مثل ما انتم شايفين هذا هو تم تحديث اللي هي اول شيء اللي تحتاج له تحديث، طبعا كله النواه وعفش النواه. طيب، راح نقفل هذه شوي، خلينا نروح لهم اعدادات النظام نفسه نشوف هل هم اضافوا شيء جديد. سيستم من هنا احسن. طيب، اعدادات النظام زي ما هي اعدادات كي دي اي ستاندرد، ما فيها اي شيء زياده. طيب، في عندنا لو فتحنا على اليوتيليتيز مره ثانيه او سيستم، في كان شفت شيء ده غريب، هذا وش هذا ديسكفر. اوكي، وش ذا، انا اول مره اشوفه ترى، معليش يعني. اها، لا هذا حق البرامج، يعني زي ما تقول زي المستودع شو اسمه ذا المتجر حق ابونتو. والله شيء طيب صراحه، ما ادري هذا خاص بهم ولا ايش قصه امه، ما اعرف صراحه.
لان اول مره اشوفه. اباوت ما ادري بصراحه، عموما الله اعلم، لكنه جيد جدا صراحه يكون عندك مدير برمجيات جميل زي هذا بصراحه، واضح بشكل بسيط وسهل حتى سريع جدا. طبعا طريقة تثبيت البرنامج بتضغط على اسم البرنامج وانستول من هنا. طبعا ما ادري اذا كان في تعليقات على البرامج، اوه شيء طيب صراحة، بقى فيكون عندك تحت تعليقات والى اخره. طبعا برنامج جيني من البرامج الغنية عن التعريف جدا، وراح اجرحه لو عرفت اصلا. طيب هذا بالنسبة لديسكفر اللي هو خاص بالبرامج. في عندنا من السيستم بعد، ما في شيء هذا عادي جدا يعني، هذا شيء كله معروف تعرف عليه. حط لك فيرتشوال بوكس شيء طيب. هذا وش هذا؟ أسئلة طرفية، اوكي هذه طرفية. طيب اوكي خلونا نشوف الحاجات اللي موجوده مضافه هنا افتراضيا. في عندنا هذا الترس اللي هو خاص بالتشغيل المباشر، فمحطوا لك هنا بدل ما اضغط على الت اف 2 فضغطه واحده هنا بيجيك اللي هو مشغل ذا، ماشي التقويم الى اخره. في عندك هنا اللي هو شو اسمه المسنجر، فهذا المسنجر ممكن تضغط على هنا وتحط الجهاز الاتصال الخاصه بك ايا كانت. طبعا هذا يدعم اشياء كثيره. ايش هذا؟ هذا مدير التحديثات تو فتحناه. ماشي ماشي. الصوت طبعا في طرفيه هنا اللي هي تكلمت عنها قبل شوي. طيب هذا بالنسبه لهذا كله. طبعا اللي يجي مع التوزيع سنابتك، جيد جيد. سنابتك طبعا غني عن التعريف بعد، سنابتك اللي هو مدير او افضل مدير على الاطلاق خاص بالحزام، فانت ممكن من هي تنزل برامج كثيره. من ضمن البرامج كنت تنزل برنامج في ار ام اس عشان تحذف البرمجيات غير حره. طبعا المتابع سلسله التوزيعات اللي نسوي لها مراجعه، والدرس اللي راح انا وريتكم كيف نحذف البرمجيات الغير حره، ولكن خلونا نشوف ايش البرمجيات الغير حره الموجوده مع التوزيع هذه. اوكي طبعا انا شفت مليان قبل شوي، بس نظره على المستودعات بسرعه. طبعا خليكم مستودعاتها على فكره، مستودعاتها ممكن ادخلها عن طريق الطرفيه كونسول من هنا. اوكي كبر الخط. طبعا اللي يعجبني بالكي دي اي هي سهوله، لاحظ بس بالفاره كبر. لو اللي شاف الدرس راح يفهم قصدي. طبعا كالعاده نبي ناخذ باسورد الروت عشان بسرعه ندخل. باسورد روت راح احط الباسورد حقي، ادخل باسورد جديد للروت السيو هذا الروت. طيب خلونا نروح لنانو اي تي سي سورسز. طبعا هم صارين يستخدمون سياسه جديده مؤخرا بالسورسز دوت ليست، صارين ما يحطونه بالملف هنا، صاروا يحطونه هنا. طبعا هذا الكلام يندرج على حد التوزيعات الثانيه مثل لا اله الا الله شو اسمه منت. اوكي فخلونا بدل ما نكتب نانو نكتب سي دي الاس ال. طبعا راح تلاحظ انه هنا في برمجيات معينه، من ضمنها هو جوجل توك بلجن. اكيد طبعا هذا غير حر. عندك هذا اللي هو باك بورد، اوكي هذا حق الباك بورد اللي هن البرامج والى اخره. تمام هذا التوزيعات الرسميه او برامج رسميه، وهي عندك هنا اللي هو الواين. طيب خلينا نفتح واحد واحد نشوف موجود نانو. طبعا جوجل، لكن خلينا نفتح كوبونتو. الكوبونتو حلو ما فيها اللي هو معطل. اوكي ممكن تفتح ممكن لا، اللي هو هذا الباك بورد. هذا الباك بورد انا توقعت من الاوفيشال. طيب هنسوي نانو على الاوفيشال. طبعا الاوفيشال هنا ما في نون فري صح؟ طبعا في مالتي فيرس، وتكلمت عنكم وتكلمت معكم بالدرس اللي راح عن المالتي فيرس انه ممكن يجيب برمجيات غير حره اللي هو هذا. فانت ممكن تمسح كلمه مالتي فيرس دي بس تروح هنا. طبعا في ريستريكتد بعد. اوكي فانت عشان تحرر توزيعتك تماما امسح المالتي فيرس هذه. لا يونيفيرس، يونيفيرس خلوه لانه يكون فيه حاجات مو رسميه ولكن مو بشرط تكون غير حره. فعندك هنا مالتي فيرس بعد تشيله ريستريكتد برضو. هذا مليان اشياء غير حره، يكفي انه في حاجات من مايكروسوفت اعتقد الخطوط وما ادري ايش. مالتي فيرس برضو في حاجه ثانيه. اوكي يبدو انه خلاص. اوكي تمام طيب خلصنا هذا، خلينا نشوف ايش موجود عندنا بالواين. لا مجرد برنامج واين. طيب اخر شيء ابت جيت ابديت عشان يحدثنا الليسته الموجوده عندنا. طبعا تلاحظ انه يقول لك انه في تحت تحديثات طلعت لان حد سوى تحديث توزيعه، هذا شيء طيب صراحه انه عندك اللي هو منطقه خاصه بالعلامات حقت التحديثات. طيب خلصنا من ذي. طبعا اكيد كالعاده بسوي حذف البرمجيات غير حره، لكن مجرد نظره سريعه بسوي ليست على البرمجيات غير حره قبل ما احذفها. بي ار ام اس طبعا. حتى الفيرتشوال بوكس الموجوده النسخه هذه غير حره. لا هذه كونترب يمكن. هذه كونترب. طيب الكونترب طبعا زي ما قلت لكم انه ممكن تجيب برمجيات غير حره، لكن البرمجيات غير حره اللي هي معروفه هذه ستيم وان. طبعا ستيم غير حره للاسف. تمام لكن بعض الناس يقول لك انا بلعب العاب يا اخي شو اسوي؟
يمكن بعض الناس يقولوا انا قصصت جهاز الالعاب اصلا فما في شيء بجهازي اقول اني خايف على خصيتي. طيب احنا ممكن نسوي ارت جيت ريموف، راح اسوي بيرج بعد نحط علامه الدولار في ار ام اس ناقص اس، الامر هذا راح يحذف لي كل البرمجيات الغير حره. تمام يس. ستيم بيج نوت اقول انقلع بس ما بي. طبعا شو خلصنا اوكي خلاص حذفنا برمجيات الغير حره. الحين لو جينا سوينا في ار ام اس ثاني طبعا تلاحظ انه في واحده اللي سكايب، ليش ما نحذف سكايب؟ اوكي نحذفه ابت جيت ريموف سكايب، يلا برا برا برا. ليش نان فري انستولد؟ طيب هذه مو مثبت اصلا سكايب مو بيشتغل، كيف تقول لي لا موجود؟ طيب ممكن نحذفه من هنا اذا احنا بصراحه عجزت القاه وش قصته وش وضعه ما ادري. خلينا نروح لما السنابتك نكتب سكايب نشوف يمكن في حزمه اسمها مو بسكايب مباشره. هذه خلاص الحين تقريبا يعني انك جاهز. اوكي اذا بتصير راديكالي مره وذا لازم تغير النواه، ترى بعد في بعض الاشياء بالنواه غير حره ماشي. طيب خلصنا من هذه الفكره في ار ام اس. الحين طبعا حذفتك قاعد تطقطق علي حذفتك خلاص. ايش باقي؟ باقي اننا نسوي سودو ابت جيت ديست ابجريد. طبعا هذا ليش؟ لانه اذا كتبنا ابجريد الحاله تدرون احسن شيء ابتيتيود، هذا راح يحل لك اي مشكله. ابتيتيود ديست ابجريد، هذا الامر راح يسوي لك ترقي لكل شيء. ايش دعوه ابتيتيود غير موجود؟ طيب ابت جيت انستول ابتيتيود. طبعا الابتيتيود انا سويت له مره مقارنه، ممكن تكتب ابتيتيود بالقناه عندي وتشوف وش هو الابتيتيود. الابتيتيود راح يعني مو بافضل الابتيتيود، الابتيتيود فيه تفاصيل ممكن ما تجيبها بالابتيتيود، ولكن الابتيتيود اذا واجه مشكله بالحزم يحل لك، الابتيتيود ما يحل. عشان كذا احنا نواجه مشاكل مع التوزيعات الدبيانيه بسبب الابتيتيود، صح بسبب استخدامنا السيء. ابتيتيود ديست ابجريد، هذا الامر راح يسوي لي ترقي لكل شيء عندي، وراح يمسح يعني زي ما تقول راح يمسح اي اشكاليه تكون موجوده. طبعا في اشياء كثيره راح تسوي ترقيه، انا ما راح اسوي ترقي كهذا لان تقريبا انتهت مراجعه التوزيعه. بالنسبه لموضوع اللغه العربيه عشان اكون منصف اخلص توزيعه تمام، ممكن تضيف اللغه العربيه من هنا ماشي، تكتب كيبورد ماشي، هذا الانبوت ديفايسز هذا هو، ثم تروح على الكيبورد هنا بتحصل هنا لاي اوتس كونفيجر لاي اوتس اد، راح تختار من هنا اللغه العربيه عربيك اوكي، بتجي هنا ادفانسد بعدين تروح لما كونفيجر بعدين تحصل كيز تو تشينج لاي اوت. وين هي؟ ترى يمكن مرت من عنده لاي اوت ميموري كيباد مينتين سويتشن انذر لاي اوت. هذه طبعا في حاجات كثيره هنا ممكن تختار تبي. انا شخص تعودت مؤخرا اني استخدم اللي هي رايت كنترول، اضغط على الرايت كنترول وخلاص اوكي. خلصت من هذه. طبعا موضوع اللغه العربيه التعليم الكامل خلينا نشوف وين موجود. عجود هنا لانجويج 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 يا لانجويج، انا اكتب لانجويج هنا لانجويج. طيب هي لا مو هنا الا هذا هو غير مكانه، ممكن بالكي دي اي الجديد كان صار مكانه جديد. طبعا افيلبل لانجويجز راح تشوف انه في اكثر من لغه متاحه، هذا مميز بالتوزيع انه يجي مع اساسا لغات متاحه كثيره، فانت ممكن تضيف اللغه العربيه هنا عن طريق السهم هذا. طبعا راح ينزل لك اللغه العربيه. لو كان اعتقد لو كان الحزمه ما موجوده فانت عندك مشكله بتثبيت التوزيعه. ممكن ثبته ترى من مدير الحزم عادي جدا. اوكي انتهى تثبيت اللغه، حسب سرعه اتصال الانترنت عندك راح ينتهي. طبعا ممكن تشوف مقارنه بالوقت، شوف هذا الوقت اللي هنا، شوف الوقت قبل ما اتكلم وبعد ما تكلمت، شوف كم اخذ ماشي. فراح اختار عربيك نحطه فوق هنا بحيث انها تكون هي اللغه الافتراضيه. اوكي طبعا تلاحظ انه في بعض الاشياء على طول تعرفت. راح نسوي ابلاي اوكي. طبعا الافضل انك تسجل خروج وتدخل مره ثانيه عشان كل شيء يكون باللغه العربيه. طيب طيب تقريبا الحين احنا جاهزين اننا نستخدم التوزيعه.
نظرة أخيرة على توزيعة أو بلا صح رأي أخير، هل أستخدم أو ما أستخدم عشان نريح رأس من السؤال؟ لو كنت بستخدم توزيعة مبنية على ديبيان بواجهة كي دي إي راح أستخدم نت رانر لأنه بصراحة سريعة وتنسيقه جميل جدا ومبسطة. تمام. الأشياء الأخيرة اللي أنا متعتاد أسويه ولا سويتها مرة نسيت أشوف الخلفيات. طيب بسم الله هنتفرج على الخلفيات الموجودة هنا. أوكي يبدو ان هي افضل شيء تكون بالازرق والاسود. طبعا هذا ذا كان اول مره استخدمت شو اسمه بي سي لينكس كانت مشابهه لنفس التصميم هذا. اوكي هذه حلوه. نشوفكم ان شاء الله في درس قادم مع مراجعه قادمه. اي سؤال اي استفسار موجود عندكم تحت، روابط اتصال ومنتدى الدعم الفني والى اخره. مع السلامه.